الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمهم لطلبة الاقتصاد الجزئي ما يسمى بصندوق إيجورث، إيجورث بوكس، وهو من الموضوعات الهامة في الاقتصاد الجزئي حتى في الاقتصاد الكلي عندما نتحدث عن ما يسمى التوازن العام أو جنرال إيكوليبريم. فدعنا الآن نبدأ على بركة الله. أن يعتبر نموذج إيجورث من الأساسيات التي يستند إليها علماء الاقتصاد في فهم وشرح نظرية التبادل Exchange Theory ونشأة الأسواق وتفسير ما يسمى التوازن Equilibrium. لنتخيل على سبيل المثال وجود عميلين اقتصاديين، يعني بمعنى آخر شخصين عندهم موارد اقتصادية، أحمد نرمز له A وعلي نرمز له بالرمز B، وكمية ما من موارد اقتصادية حصل عليها على شكل منحة، ليس منحة، هي إنداونت من الله سبحانه وتعالى. يمكننا تخيل هذه الموارد بأنها قوة عمل لأحمد وقطعة أرض لعلي على سبيل المثال، أو قوة عمل لأحمد ومال لعلي، أو تفاح لأحمد وبرتقال لعلي. لنقل بأن مجموع ما يمتلكانه من موارد هو كمثال 100 كيلوغرام من التفاح يرمز لها بالحرف A و50 كيلوغرام من البرتقال. إذن لدي لكل من علي وأحمد هذان الشخصان اللي هم العميلان الاقتصاديان لديهما موارد، موارد هي عبارة عن تفاح وبرتقال. تفاح 100 كيلوغرام من التفاح مجموع ما لديهما، و50 كيلوغرام من البرتقال. الآن هذا علي أو أحمد بالأحرى، فكمية التفاح التي يمكن أن يعني يمتلكها تأتي على المحور الأفقي، وهنا كمية البرتقال على المحور العمودي، وهذا منحنى السواء ما يسمى بالإندفرنس كيرف. طبعا كل مستوى مثلا هذا المستوى U1A، هذا يعني معنى آخر المستوى الأول من منفعة على العميل أحمد هذا عند هذا الـ هنا الحد أو هذا المقدار. فكلما ارتفعت مستويات المنفعة إلى الأعلى كلما زالت أو زالت كمية المنفعة والساتسفاكشن أو الإشباع أو السعادة على الأقل من ناحية مادية. فالاتجاه إلى اليمين وإلى الأعلى شرق شمال، في حين بأن علي الآن هذا علي وكان عنده كذلك الأمر منحنيات السواء طبعا هنا على المحور الأفقي كميات التفاح وكميات البرتقال المحور العمودي، وبالتالي هنا منحنيات السواء هذه الآن هذا المستوى الأول لعلي، هذا المستوى الثاني لعلي، هذا المستوى الثالث لعلي، وهكذا. وبالتالي الاتجاه كذلك الأمر إلى اليمين وإلى الأعلى بمستويات المنفعة، كلما ارتقى أي واحد منهم إلى مستوى أعلى زادت كمية الإشباع أو حد الإشباع أو سعادته المادية كما نقول his utility يعني زادت. فالآن نتخيل بأن كل من أحمد وعلي لديه كمية من المئة، جزء من المئة وجزء من الخمسين، هنا جزء من 100 كيلوغرام من التفاح وجزء من 50 كيلوغرام، وسيدخلان في عملية التبادل. نكمل لنتخيل الآن بأن أحمد وعلي كما ذكرنا قد دخلا في عملية التبادل Exchange. ماذا تبادل التفاح مقابل البرتقال أو البرتقال مقابل التفاح، يعني التفاح مقابل البرتقال والبرتقال مقابل التفاح، يعني شغلة منطقية هذه، وذلك حسب المنفعة المستمدة من كل سلعة هنا لكل منهما، من كل سلعة لكل منهما. وكل عملية مقايرة تتحقق على أرض الواقع تعني بأن كل واحد منهما قد استفاد أو انتفع من الصفقة، زادت منفعته، زاد مستوى الإشباع تبعه، زادت سعادته المادية. وبناء على ذلك يمكننا تخيل عملية المقايرة كما يلي. هنا تحتاج إلى انتباه بسيط. هذا الآن صندوق كما نسميه بلغة الاقتصاد الجزئي صندوق إيجورث. هنا على المحور الأفقي كمية التفاح اللي هو A تساوي 100 مجموع عرض التفاح، ما يمتلكه الاثنان الآن علي وأحمد بيمتلكوا 100 كيلوغرام، وهنا كمية العرض مجموع اللي هو O تساوي 50 مجموع عرض البرتقال. طبعا هنا وضعنا أحمد على هذا الجانب، فكمية التفاح هنا وهذا السهم يعني يبين الآن بأن كمية التفاح إلى اليمين كل ما زالت كمية ترتفع إلى اليمين،
وهنا إلى الأعلى كمية البرتقال ترتفع، في حين بأن الآن على الجانب الآخر وضعنا السهم الآن بالاتجاه اليسار، والسهم هذا باتجاه الأسفل، هذا الآن علي، وبالتالي عندي الآن هنا يعني كأنما قلبنا. بعد إذنكم سأرجع إلى السلايد الأولاني أو الشريحة الأولانية دقيقة واحدة فقط لا غير. هاي الآن، هذا الآن أحمد وهذا علي، قلبنا الآن علي حتى يواجه بعضهم البعض بعملية التبادل، فهناك تخيلناها كما يلي كما ذكرت لكم، وبالتالي الآن عملية المقايضة. في هذه اللحظة الآن لكل منهما منحنيات سواء، هاي مستويات المنفعة، هاي بالنسبة لنفرض أنه يعني بدأنا من هنا بالنسبة لأحمد، فهذا المستوى أقل من هذا المستوى، هذا المستوى أعلى من هذا المستوى، وهذا المستوى الثالث أعلى من مستويين اثنين هذا وهذا. بالنسبة لأحمد الآن قلبنا منحنى السواء، لأنه الاتجاه إلى الآن إلى اليسار، إلى اليسار وإلى الأسفل، أما أحمد فيتجه إلى اليمين وإلى الأعلى، وهذا المستوى أعلى أقل، هذا المستوى أقل من هذا المستوى، وهذا المستوى أقل من هذا المستوى، وهذا المستوى عندنا لنفترض أنه هذا المستوى يوبي اللي هو مستوى المنفعة بهذا الموقع هنا لعلي، في حين أن هذا المستوى الآن المنفعة لأحمد. طبعا لا يمكن أنه واحد يضحي بمنفعته حتى يسعد الآخرين، على الأقل في هذا النمط من التفكير الاقتصادي. الاتجاه بالنسبة لأحمد هو باتجاه السهم إلى الأعلى، يمين أعلى، أما اتجاه علي فهو إلى اليسار وإلى الأسفل. لاحظوا الآن هنا الآن طبعا أحمد الآن كلما اتجه إلى اليمين هنا بكون لا يمكن أنه يعني يتراجع إلى الخلف، فهو يرغب بزيادة كمية التفاح وكمية البرتقال، فهو هذا الاتجاه اللي بفضله أحمد. أما علي الآن، علي فهو يتجه إلى اليسار وإلى الأسفل، لأنه بزيد كمية التفاح هنا وكمية البرتقال بزدادها لأنه على المحور هذا. لاحظوا لي احنا قلبنا المحاور حتى يبين، وبالتالي هنا هذا الاتجاه بالنسبة لعلي وهذا الاتجاه بالنسبة لأحمد. الآن دعنا نقوم بعملية تبادل، التفاح مقابل البرتقال، البرتقال مقابل التفاح، نعيد رسم هذه الأشياء بسرعة. أوكي، أحمد هنا وعلي هنا، وبدأنا الآن طبعا هو كمية كلياتها 50 وهنا الكمية كلياتها 100، يعني كمية المعروض من التفاح 100 وحدة 100 كيلو غرام، وهنا كمية المعروض من البرتقال 50 كيلو غرام. فبدأ الآن التبادل. افرض أن الاتجاهات كانت كما يلي، هذا المستوى الأول لأحمد، المستوى الثاني، المستوى الثالث، وكلما ارتفع وارتقى إلى الأعلى بيحقق منفعة أكثر من التفاح والبرتقال، في حين أن علي الآن كلما ذهب بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه لأنه قلبنا الأسهم فبرتفع، يعني هذه الآن أقل من هذه، وهذه هذه الآن أقل من هذه الثالثة، فيبدأ التبادل. لاحظوا لأنه الآن صار في تقاطعات. لنفترض الآن هذا مستوى المنفعة لأحمد وهذا مستوى المنفعة لعلي، لنفترض أنه في تقاطع هنا، هنا بمعنى آخر بأنهما يعني توصلا إلى كمية منفعة متساوية إلى حد ما، هذا عند النقطة C، وهذه النقطة B D عفوا منفعة متساوية، لكن هناك فراغ هنا يستطيع أي منهما أن يتقدم، سواء أحمد تقدم اليمين أو علي تقدم اليسار، أن يحقق منفعة أعلى. فلنفترض بأن هذه النقطة الآن اللي E اللي ممكن توصل إلها، فلاحظوا الآن يمكن لنا أن نرسم منحنى سواء يمر منها لأحمد، وكذلك أمر بالنسبة لعلي، الأحمر هذا قطع إيه والأسود قطع إيه، وبالتالي بقيت هناك مساحة هنا يمكن لكل واحد منهما أنه يحسن مقدار المنفعة. أوكي، تحسين المنفعة نسميها إحنا باريتو، يعني improvement اللي هو تحسين باريتو. باريتو هو عالم الاقتصاد الإيطالي اللي بيقول كل إذا الآن زادت كمية استهلاكي أنا من سلعة ما ولم تأتي على حساب آخرين فقد تحسن، أما إذا أتت على حساب الآخرين فبالتالي هاي ليست يعني تحسين. التحسين
أنه عندما تزيد كمية سعادتي أو استهلاكي من السلع ولا يأتي على حساب الآخرين، فهنا بقي مجال للاثنين أنهم يتبادلوا. لاحظون الآن أنه لنفترض هذه النقطة حدث تماس بين منحنى السواء لعلي ومنحنى السواء لأحمد. لاحظوا لي هنا هاي النقطة، نقطة التماس، معنى ذلك بأن الاثنين قد وصلا إلى أعظم منفعة ممكن لكل واحد منهما، ومسميها إحنا هذه نقطة باريتو الناجعة أو الكفؤة بلغتنا العربية. الآن سأعيد رسم بدون كل هذه المنحنيات، إلا بس يعني منحنيين فقط لا غير. هذا الآن التفاح على المحور الأفقي بالنسبة لأحمد، والبرتقال هنا على علي. بالتالي لاحظوا لي هنا علي وأحمد، هنا 100 المجموع وهنا 50 المجموع. فالتقى الآن منحنى السواء لأحمد مع منحنى السواء لعلي عند هذه النقطة. إذن الآن هذه النقطة لنفترض على سبيل المثال أنه أنزلنا خط مستقيم متقطع إلى الأسفل وخط مستقيم متقطع إلى اليسار. لاحظوا الآن ما يتبقى الآن، يعني تقاسم الآن، هاي حصة أحمد من التفاح وهاي حصة علي، وهاي حصة أحمد من البرتقال وهاي حصة علي. فلاحظوا الآن هنا نقطة 40 على سبيل المثال، وهي نقطة 18. إذن ما يتبقى الآن لعلي من البرتقال كان 32 وحدة، لأن المجموع 18 زائد 32 يساوي 50. وهنا ما تبقى لعلي من من التفاح 60، لأنه 40 زائد 60 يساوي 100. بكون بالحالة هاي قد حقق الاثنان أعظم منفعة ممكنة. آخر الآن شريحة أبينها هي ما يسمى منحنى التعاقد أو contract curve. يشكل المنحنى الذي يربط كل نقاط التماس في عملية مقايضة التفاح مقابل البرتقال أو البرتقال مقابل التفاح بين أحمد وعلي ما يسمى منحنى التعاقد contract curve، أي المنحنى الذي يمثل نقاط التوافق بين المتبادلين، من هما؟ علي وأحمد. لأن هذا صندوق إدوارد ثاني مرة، نضع الكميات وعلى المحور الأفقي والعمودي، وكذلك الأمر أحمد هنا وعلي هنا. لاحظوا لي هون نقاط التماس، هذا الأحمر هو لأحمد والأزرق هو لعلي، الأحمر لأحمد أزرق لعلي. فالآن كل نقاط التماس، لاحظوا لي بدي أبين كل هذه النقاط. أوكي آخر إشي هون، لاحظوا لي هنا في نقطة تماس وهنا نقطة تماس وهنا نقطة وهكذا. هاي عندي مثلا على سبيل المثال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نقاط تماس. هذه النقاط الآن عندما نصلها بخط، هذا الخط، هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة، فحصلنا على منحنى يسمى منحنى التعاقد. هذا هو الكونتراكت كيرف، بيناه فقط بهذه المقطع على أنه كيف نتوصل إليه على الأقل من ناحية نظرية ومن ناحية بيانية. لكن في المستقبل إن شاء الله في مقطع آخر سيكون قريبا خلال يومين أو ثلاثة، سأبين المعادلة الرياضية التي سنشتقها والتي تمثل منحنى التعاقد بين الاثنين بإذن الله. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أنكم قد قدمت الفائدة لكم أحبتي الطلبة جميعا حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.